من مزامير أبينا داود النبي، والملك بركاته على جميعنا آمين. إلهنا هو ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا. الرب إله القوات معنا، ناصرنا هو إله يعقوب. هللويا. من إنجيل معلمنا ماري مرقس الإنجيلي البشير، بركاته على جميعنا آمين. وفيما هو يمشي عند بحر الجليل أبصر سمعان وإندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين. فقال لهما يسوع: هلما ورائي فأجعلكما تصيران صياد الناس. فللوقت تركا شباكهما وتبعاه، ثم اجتاز من هناك قليلا فرأى يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه وهما في السفينة يصلحان الشباك، فدعاهما للوقت فتركا أباهما زبدي في السفينة مع الأجرة وذهبا وراءه. ثم دخلوا كفر نحوم، وللوقت دخل المجمع في السبت وصار يعلم، فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. والمجد لله دائما. من مزامير أبينا داود النبي، والملك بركاته على جميعنا آمين. سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه. هللويا. من إنجيل معلمنا ماري متى الإنجيلي البشير، بركاته على جميعنا آمين. وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس وإندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين. فقال لهما: هلما ورائي فأجعلكما صياد الناس. فللوقت تركا الشباك وتبعاه، ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين، يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه، في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما. فدعاهما فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه. والمجد لله دائما. البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطيا، بركاته علينا أمين. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات، وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطيا. نعمة لكم وسلام من الله الآب
ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا الذي له المجد إلى أبد الآبدين آمين. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم بيريدون أن يحولوا إنجيل المسيح، ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا، إن كان أحدا يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما. أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبد للمسيح. وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، إني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أطرابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات الآباء. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر بين الأمم، وللوقت لم أستشر لحما ودما ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت إلى أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما، ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي أمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا أمين. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى 12 سبطا الذين في الشتات. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره وفني جمال منظره. هكذا يذبل الغني أيضا في طرقه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه، وأما من يعمل بمشيئة الله فإنه يبقى إلى الأبد آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال آباءنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا، أيها الرجال الإخوة اسمعوني،
سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كلهم. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ الأجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. اليوم 16 من شهر كياك المبارك، تذكار تكريس كنيسة يعقوب المقطع. في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس يعقوب الفارسي الشهير بالمقطع، الموجود بجوار كنيسة الشهيد ماركوريوس أبي سيفين بمصر القديمة. أما خبر استشهاده فتجده تحت اليوم 27 من شهر هاطور المبارك، صلاته تكون معنا. آمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 1349 قبل الميلاد المسيح، تنيح البار جدعون أحد قضاة بني إسرائيل. كان هذا القديس من سبط منسة، واسم أبيه يؤاش. ظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه التجارب؟ وأين عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. فالتفت إليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان، أما أرسلتك؟ فقال له: أسألك يا سيدي، فمن ماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسة، وأنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب: إني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. فقال له: إن كنت قد وجدت نعمة في عيني فاصنع لي علامة أنك أنت تكلمني، لا تبرح من هنا حتى آتي إليك وأخرج تقدمتي وأضعها أمامك. فقال: إني أبقى حتى ترجع. فدخل جدعون وخرج وقدم تقدمته فقبلت. قضاء 6:11-21. ثم أمر الرب أن يهدم مذابح الأصنام ويبني مذبحا لله، ويقدم عليه الضحايا يحرقها بأخشاب الأصنام، ففعل كما أمره الرب. قضاء 6:25-31. ولما أمره الله أن يحارب المديانيين سأله أن يريه أي آية يشتد بها قلبه، وهي أن يضع جزة الصوف في البيدر، فإن كان طل على الجزة وحدها وجفاف على الأرض كلها، علم أن الله بيده يخلص إسرائيل كما تكلم، وكان كذلك. ثم أعكس السؤال في اليوم الثاني قائلا: لا يحم غضبك علي فأتكلم هذه المرة فقط، امتحن هذه المرة فقط بالجزة، فليكن جفاف في الجزة وحدها وليكن طل على كل الأرض. ففعل الله كذلك في تلك الليلة، فكان جفاف في الجزة وحدها وعلى الأرض كلها كان طل. قضاء 6:33-40. فتقوى قلبه وبكر مع كل الشعب الذي معه، ونزلوا قبالة المديانيين. فقال الرب لجدعون: إن الشعب الذي معك كثير على
لأدفع المديانيين بيدهم لئلا يفتخروا على إسرائيل قائلا يدي خلصتني. والآن نادي في أذان الشعب قائلا من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. فرجع من الشعب 22,000 بقي 10,000. وقال الرب لجدعون لم يزل الشعب كثيرا انزل بهم إلى الماء فأنقيهم لك هناك ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك وكل من أقول لك عنه هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب. فنزل بالشعب إلى الماء وقال الرب لجدعون كل من يلغ بلسانه من الماء كما يلغ الكلب فأوقفه وحده وكذلك كل من جث على ركبتيه للشرب. وكان عدد الذين ولغوا بيدهم إلى فمهم 300 رجل وأما باقي الشعب جميعا فجثوا على ركبهم ليشرب الماء. فقال الرب لجدعون بال300 رجل الذين ولغوا أخلصكم وأدفع المديانيين ليدك. وبهذا العدد تغلب جدعون على المديانيين واستولى الذين معه على الغنائم وقدموها لجدعون وسلطوه عليهم. وكان الله معه في كل أموره وتنيح ودفن في مقبرة أبيه صلاته تكون معنا آمين. وفي مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديس هرواج وشهادة حنانيا وخوزي الذي من أخميم صلاتهم تكون معنا آمين. في مثل هذا اليوم أيضا استشهد القديس أمساح القفطي وذلك أنه لما وصل أريانوس الوالي إلى ساحل قفط خرج كهنة الأصنام لمقابلته وافتخر أمامه قائلا ليس في مدينتنا من يذكر اسم المسيح. فأعطاهم هدايا كثيرة وكان في المدينة صبي مسيحي اسمه أمساح له أخت عذراء تسمى ثاودورة كان يعيشان ويعملان في بستان صغير وكان يتصدقان بما يفضل عنهما. ولما سمع أمساح ما قاله كهنة الأصنام قام وسافر إلى مدينة قاو هي مقر الوالي أريانوس بالصعيد الأعلى وهي حاليا قرية قوم شقاو مركز طما محافظة سوهاج كما يوجد مقابلها شرقا قرية قاو والنواورة مركز البداري محافظة أسيوط حيث وجد الوالي يعذب المسيحيين فصرخ علانية أنا مسيحي. فغضب الوالي وأمر بضربه وبالجريد الأخضر حتى جرى دمه وغشي عليه فأمر بطرحه في السجن. وفي الصباح وجدوه قائما يصلي فأمر الوالي أن يلقوه في حصير ويلقوه في نهر النيل فأسلم روحه ونال إكليل الشهادة. فأعد الله تمساحا أمسك بالحصير وظل سائرا به في الماء حتى وصل مدينة قفط فألقاه على الشاطئ. ثم ظهر ملاك الرب لأخته في الليل وأعلمها بالمجد الذي ناله أخوها وأمرها بأن تخرج إلى الشاطئ النهر فتجد حصير ملفوفا فيها جسد أخيها. فذهبت ووجدت كما أعلمها الملاك فأخذته وكفنته ودفنته بإكرام جزيل بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا من سنة 20 للشهداء سنة 304 ميلادية استشهد القديسان أولوجيوس وأرسانيوس صاحب دير بأخميم كان من بلاد سورية وأتيا إلى مصر وأقام بجبل أخميم. ولما جاء الوالي ريانا والي أخميم اعترف أمامه بالسيد المسيح فأمر الوالي أن يعلق منكسين ثم ربطوا في أرجلهما بحجر ورموهما في النهر فأنقذهما الرب من الغرق
وعاد إلى البر سالمين. بعد ذلك عقد لهم الوالي 3 محاكم لمحاكمتهم، وحاول بالترغيب تارة وبالتهديد والوعيد تارة أخرى أن يثنيهما عن إيمانهما، فلم يتمكن بسبب تمسكهما بالسيد المسيح. وأخيرا أمر بقطع رأسيهما بحد السيف، ونال إكليل الشهادة، ودفن جسديهما بإكرام جزيل، وظهرت منهما عجائب كثيرة. فبني على الجسدين دير الحديد بأخميم، بركت صلاتهما. فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. من مزامير أبينا داود النبي، والملك بركاته على جميعنا آمين. إذ أقام الشهادة في يعقوب، ووضع الناموس في إسرائيل، لأني أنا قد علمت أن الرب عظيم هو، وربنا أفضل من جميع الآلهة. هللويا. من إنجيل معلمنا ماري مرقس الإنجيلي البشير، بركاته على جميعنا آمين. وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لهما: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقال له: أعطنا أن نجلس واحد عند يمين عن يمينك، والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا، وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا فتصطبغاني. وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. ولما سمع العشرة ابتدوا يغتاظوا من أجل يعقوب ويوحنا. فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم. فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون لكم للجميع عبدا. لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم، بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. والمجد لله دائماً.